شوية بعض الأسابيع اللي ابتدت تتخطى العشرين هدف، لكن احنا عايزين من البداية بقى يكون في قوة على مستوى الأهداف وعلى مستوى الأداء قبل ما يكون على مستوى الأهداف. كرة مع نادي غزل المحلة، البداية اللي موجودين على شمال المقصورة الرئيسية بالزي الأرجنتيني على شمال المقصورة الرئيسية لاستاد غزل المحلة. أما نادي طلاع الجيش بنيو لوك أحمر كامل، كان دايما نادي طلاع الجيش أحمر أسود أبيض، لكن أكتر فريق فيه لعيبة مسجلة أهداف، التنوع موجود. وادي الكورة وبينالتي، حكم اللقاء يديها بينالتي لأحمد متعب المزعج من الجبهة اليسرى، ولسه بفتكر هدفه أمام النادي الأهلي. أحمد متعب تتلعب له اللونج باص الأمامي، هل فيها فار؟ قبل ما نتحمس ونكمل بقى التعليق على ضربة الجزاء، الكابتن محمد الغازي إدى بينالتي. الكرة في ملعب علاء صبري واحمد لطفي دلوقتي. هنشوف ايد محمد جابر الشمال، بصوا حضراتكم ايده الشمال او اليمين مسكت كتف احمد متعب، هو اداها شوي. خلينا نوصف الصورة بس. الحضري واحمد سمير. سمير ما سجلش مع طلع الجيش هذا الموسم، هل يفتتح اهدافه امام غزل المحلة؟ صفارة من الغازي وسمير والحضري، سمير والحضري، سمير يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. الحضري في حته والكره في حته، وهدف اول في الدقيقه 11 من عمر الشوط الاول. يتقدم الضيوف، يتقدم نادي طلع الجيش من اللونج باص الامامي للكره لاحمد متعب، كره محفوظه، كره متمرنين عليها، يروح الرجل ويقطع على الجول من ورا الباك اليمين محمد جابر، لكن احمد سمير يركنها على يمين الحضري بمعلمه بحرفنه برجله الشمال. قول عليها زي ما انت عايز تقول، هدف اول لصالح نادي طلائع الجيش. 1-0 عن طريق احمد سمير. سجل خالد قمر 3 اهداف، كريم طارق سجل 2، متعب سجل ماشي، محمد شحاته برضه سجل. افتح قريبه بالنسبه لست ماتشات، النسبه قريبه، لكن الرقم اكتر وده رقم سلبي لما يكون اكتر لصالح غزل المحله. كره لصالح المحله تتلعب عرضيه لكن سهله، عماد السيد ما طلعش حتى لفوق للدور الثاني او حاجه يمسك الكوره، ما حدش اشترك معاه مع نادي غزل المحله كان الاول. اورك هيلعب الكره الثابته، اورك جبريل اورك يلعبها على القائم الاول، لكن تاني ما حدش راح وقطع قبل عماد السيد. كره متكرره لغزل المحله لازم يكونوا متمرنين عليها، هو لعبها حلوه قوي على القائم الاول لو حد. اورك على التنفيذ، واربعه من نادي غزل المحله عايزين يعملوا الفولو، بقوا 5. اورك يسدد تسديده تخبط في الحائط البشري وتطلع ضربه ركنيه لصالح زعيم الفلاحين. ارجنتين مصر في محاولات للعوده قبل نهايه الشوط الاول، مهم جدا جمهور المحله يقول لك، لكن خرج نفسه بره الجيم ببلاش. اسلام محارب يلعبها لاحمد سمير ناحيه اليمين، سامي يا ولد من وسط اثنين يلعب الباص حلو قوي يقطع لاسلام محارب، توصل لاحمد سمير، هل يدخل جوه 18؟ سمير حلوه يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. احمد سمير نجم المباراه يلعبها لاسلام محارب بيمينه يسجل، لكن احمد سمير هو صاحب اللمسه الحلوه، هو الفنان، هو الفكهاني احمد سمير، فكهاني في ارض الملعب، فكهاني في اللقاء، يسجل هدف ماشي، يعمل باصات حلوه ماشي، يعمل اسيستات شغال برضه يا احمد يا سمير، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، اسيست حلوه قوي، ويلعبها اسلام محارب من زاويه ميته، من زاويه مقتوله مقفوله من الحضري، لكن اتفتحت بالقدم اليمنى لاسلام محارب، ما توقعهاش الحضري، الكل توقع، ده انا توقعتها انها بالعرض، انا توقعتها ان الكره هتكون بالعرض، لكن الكره تعرف طريقها للشبكه. اسلام محارب 1-2 رايح جاي، مش في اسماعيليه رايح جاي، في المحله بقى رايح جاي، في المحله رايح جاي، كره 1-2 رايح جاي ما بين اسلام محارب وما بين حلوه، وفي فرص وفي استبسال دفاعي من نادي طلع الجيش. اورك ضربه ركنيه السادسه لنادي غزل المحله، تتلعب الضربه الركنيه في انتظار راس، يا ولد يا ولد يا ولد، معاذ الحناوي، معاذ الحناوي، لسه بقول لكم الماتش حلو، ده الماتش هيحلو الشوط الثاني، اللي ما اتفرجش على الشوط الاولاني استنى معانا الشوط الثاني. غزل المحله يعود في توقيت رائع رائع رائع، بابا فاسيليو استنى الهدف، نزل على الارض وطلع واستنى الهدف، ومعاذ الحناوي من عرضيه لجبريل اورك، معاذ الحناوي يطلع 10 على 10 قبل احمد ايمن منصور، ويركنها ركنه معلم قلب الدفاع على يمين عماد السيد، هدف العوده لنادي غزل المحله، هدف الروعه لزعيم الفلاحين. ارجنتين مصر يسجلوا هدف ثالث في اللقاء، البدايه حلوه من الاسبوع السابع، البدايه حلوه، ويسجل معاذ الحناوي في الوقت الهجمه المرتده، يقع احمد سمير وحكم اللقاء بعد ما ادى الادفانتج يرجع ويدي الفاول لطلع الجيش. لكن اي مباراه، اي احداث وهي رايحه في طريقها كده،
لنادي طلائع الجيش بعد الهدف الثاني، يعمل اول يوترن ويعود مره ثانيه بمعاذ الحناوي. بلغه الكوره نزل ايهاب سمير ونزل عبدو يحيى بالاضافه لاحمد الشيخ، ولجأ لبلان بي اللي قال عليها الكابتن عبد الظاهر قبل بدايه اللقاء، قال ممكن يلجأ لبلان بي. هو بدأ دلوقتي الشوط الثاني ببلان بي اللي هي اساسا كانت التركيبه الاساسيه لنادي غزل المحله. شايفين عبدو يحيى نازل مصاب في وجهه، لكن من اللعيبه الكبار من نجوم الشباك زي ما قلنا دايما لنادي علي، كان هو في الاوفسايد. عبدو يحيى من لمسه واحده عايز يلعبها لكن فيها فاول لمهاجم نادي غزل المحله، الفاول على خالد سطوحي لصالح اللاعب عبدو يحيى. لسه ما سجلش مع المحله، فيها انذار لخالد سطوحي، فيها انذار لخالد سطوحي. كريم طارق بيقول له الانذار ما فيش وهتاخد طرد يا خالد يا سطوحي، التدخل كان فيه قوه مع عبدو يحيى، الانذار يتلغي وحاله طرد. 3 4 موجودين من نادي طلع الجيش جوه ال 18، تتلعب من احمد سمير والراسيه، 6 ركنيات مقابل واحد. بالفعل الحسبه مظبوط، الحسبه مظبوط. ترجع لنادي غزل المحله، اورك بدل ما يلعبها للي جاي من ورا لقدام خالد الخميمي، تترد لصالح ايهاب سمير، يلعبها لاحمد الشيخ لكن تدخل بقوه لصالح نادي طلع الجيش. عبد الرحمن شيكا يقطعها منه مصطفى العش مع احمد النادري، حميد ماو لمحمد جابر على الارض لعبده يحيى اللي بتحرك عرضي في نص ملعب نادي طلع الجيش بشكل رائع. محمد جابر ياخد رمي التماس من الجبهه اليمنى، تتلعب من محمد جابر للشيخ، هل يصل لنص دستة أهداف؟ هل ينفرد بالمقدمة؟ هو منفرد بالمقدمة بخمس أهداف، هل ينفرد هنا؟ حلوة من أورك، توصل الكرة ترجع له مرة تانية، جبريل أورك يفتح اللعب، فرصة للتسديد، الندري، الندري تسديدة كورباك في المرمى وهو بيستلم، اتعدلت له على التسديد، لكن بص عماد السيد بيعمل إيه؟ بيطلب الكرة البعيدة. يعني الاولاد ناشئي نادي غزل المحله اللي ردوا الكره في الملعب، طبعا بيردوا بسرعه عشان نادي غزل المحله يرجع تاني. عماد السيد راح وقف ورا وقال لهم لا هاتوا لي الكره البعيد. كره حلوه بكرباج من احمد النادري، كان احمد الشيخ فاتح اللعب ناحيه اليمين لكن هو شويط النادري، كان عنده هدف مع نادي غزل المحله الموسم الماضي. نادي طلائع الجيش المسلسل المتكرر، حلقه من الحلقات الجديده. اورك جوه 18، اورك يلعب الكره العرضيه، النهايه غير، النهايه المره دي غير، هداف الدوري احمد الشيخ يغير هنا النتيجه مره ثانيه. والتبديلات كنت عدلتها من بدري يا راجل، كنت عدلتها من بدري، بلان بي صح، بلان بي صح، وفرحه مجنونه في المدرجات، جمهور المحله يتجنن بالهدف الثاني لصالح غزل المحله، هداف الدوري احمد الشيخ، نص دستة اهداف، 6 اهداف احمد الشيخ ياخدها على الطاير في المرمى، لكن محمد جابر يقول له لسه بدري، لسه بدري، احنا ما بنلعبش على التعادل. انما جبريل اورك لعيب مش ممكن، جبريل اورك يلعبها بالعرض اسيست ولا اروع، يخرج احمد سمير يظهر جبريل اورك ويظهر اكتر واكتر احمد الشيخ. يا حريف يا حريف يا حريف يا لعيب يا كبير، احمد الشيخ على الطاير ومعلم، على الطاير ومعلم، احمد الشيخ يسجل هدف تاني لنادي المحله. 2-2 والماتش يولع في الدقيقة 70 الثاني ولو مؤقتا. جبريل اورك اداؤه فارق، لعيب فارق، دي اللعيبة الاجانب اللي لما تيجي تزود الفرقة. الراجل النيجيري ده جبريل اورك هيلعب الكرة العرضية، هل حد ينزل له ولا هيلعب من بعيد كده؟ جبريل اورك هيلعبها من مرة واحدة، يلعب الكرة تعدي الناحية الثانية، تعدي لمين؟ تعدي لإيهاب سمير بالقدم اليسرى، يلعب الكرة العرضية، معاذ الحناوي مرة ثانية التسديدة، لا 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 يا شيخ لا لا، مالكش حق، هدف ثاني لأحمد الشيخ، كنت مستخبي لفين يا أحمد يا شيخ؟ مش ممكن يقلب الملعب، ده مش يقلب الملعب، ده يقلب المحلة كلها، أحمد الشيخ من نار، أحمد الشيخ بقى 7 أهداف، بتعمل إيه يا شيخ؟ أحمد الشيخ يولع الملعب ويولع المدرجات ويولع الماتش، مش مكتوبة للحناوي، تترد من دفاع طلائع الجيش، تترد لأحمد الشيخ عارفة طريقها في المرمى، ويرجع نادي غزل المحلة مرة تانية، كومباك ولا أروع، ريمونتادا ولا أحلى. أحمد الشيخ العرضية تتلعب، توصل عند إيهاب سمير، لعبها للحناوي، بص العرضية دي، بص العرضية دي، الحناوي تترد من أحمد أيمن منصور، وأدي الجول، وأدي الجول من أحمد الشيخ، تخبط في احد لاعبي نادي طلائع الجيش، اعتقد في اللاعب محمد سمير، وتعرف طريقها في المرمى. بص من الزاويه دي، اتفرج من الزاويه دي، حلوه 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 يا شيخ، حلوه 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 يا شيخ،
حد يقعد الراجل ده على الدكه يا راجل، حد يقعد الراجل ده على الدكه يا راجل. تخبط في احمد ايمن منصور في المرتين، مره ترد للشيخ ومره ترد في الشبكه. 3-2 يعني في كم، في 6 مواسم دوري 14 هدف في 6 مواسم دوري، 7 ماتشات هذا الموسم مسجل 7 اهداف. ادي كره النادي طلائع الجيش، ممكن يعود، ممكن يعود. لا 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 لا، مش ممكن، مش ممكن يا حتحوت. ضيعت ايه يا حتحوت؟ كنت ممكن ترجع للقاء، كنت ممكن ترجع للقاء. لكن هنا في درس، هنا في درس لازم نقوله. لو حصل لك طرد الناوي، توصل الكره عند زولا ناحيه اليمين، يقطع مشوار زولا، عايز يلعب العرضيه، حلوه العرضيه، لكن محمد جابر يعمل التغطيه العكسيه 10 على 10. علي حمدي يفتح اللعب لاحمد متعب، متعب المباراه لسه فيها، متعب يلعبها حلوه. يا ولد يا ولد يا ولد، الحضر يطير ويطلعها، الحضر يطير. عند النادري اخر فرصه، يرجع لورا عند معاذ الحناوي من نص ملعبه، يرجع للحضر يلعب بالنار، الحضر يعمل الباص، ولكن حكم اللقاء يطلقها، يطلق صافره بداية الأسبوع السابع، واحدة من أجمل المباريات.